الأولى، وأعتقد أن هي مرحلة مباشرة لما هو قادم. بص خلينا نقول بس الأول يعني ما بيحسدش المال غير أصحابه، يعني مظبوط مثلا يقول كده. فخلينا نقول بقى إيه، كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. النهارده ما شاء الله الأهلي ممتع، ممتع في كل حاجة، في الشكل العام، في ال واحنا قاعدين بنتكلم بنقول نفسنا كورة تيجي في رجلين لعيبة الأهلي على طول. انك انت قاعد قدام، لما بتبقى قاعد قدام مثلا فيلم انت مستمتع بيه ولا مسرحية ولا مسلسل، مش عايز العمل اللي انت بتتفرج عليه يخلص. فانت النهارده قاعدين قدام النادي الأهلي 90 دقيقة بيلعب، انت مش عايز المباراة تخلص، انت قاعد مستمتع. الاستمتاع النهارده في ظروف النادي الأهلي واجهها